دي اخر لحظه ونعيش بقى. نعيش ايه؟ ما طلعت لنا مشكله جديده. ايه هي؟ صابر، ما خلاص انتهينا منه. ما انتهيناش منه، جاي النهارده وطردته. احسن برضه. ايوه بس باين علينا مش هسيبنا في حالنا. ده لو رجعنا استنى نوديهولك اللومان ونعيش في نفس الدوامه. اسمع يا سالم، هي كلمه واحده، هفضك من اللي في دماغك ونتجوز ونعيش ولا لا؟ لا. حاجة يا هاني؟ العربية مش عايزة تدور. تسمحي لي اشوفها؟ يا ريت لو سمحت. افتحي الكبوت وخلاص. بعد اذنك. دوري. بس. البنزين مش واصل للكربوراتير. وده يتوصل فين؟ عند الرفة؟ لا، عندي في الورشة. انت عندك ورشة؟ انا مهندس ميكانيكي. سلام، ده انا حظي من السما. فعلا. وهتعمل ايه؟ هتزقني قدامك؟ لا، هجرك ورايا. ده جميل قوي. اتفضل يا باشمهندس. هو انا هفضل اقول لك يا باشمهندس يا باشمهندس؟ انت مش هتقول لي اسمك ايه؟ رفعت سالم. عاشت الاسامي. ما قلتليش هي العربيه هتخلص امتى؟ وحضرتك دفعتي كام في العربيه دي؟ ليه؟ هي مش عاجباك؟ يعني هو الموتور بتاعها تعبان قوي، اللي اداها لحضرتك ضحك عليكي. مش قد ما انا ضحكت عليك، عن اذنك. تشرب ايه؟ شوية مية. مية ايه؟ انا قصدي ويسكي ولا كونياك؟ ما بشربش الحاجات دي. أعلمك. ايه اللي انت عملته امبارح ده يا باشمهندس؟ اهلا يا ثريا هاني. يا سلام. اسف، اصلي ماليش خبره بالستات. مالكش خبره بالستات؟ ما هو باين. مدام ثريا صاحبه العربيه. تشرفت. مش باين. ليلى خطيبتي. والله الف مبروك. خطيبك لقطة يا مدموزيل، وانت كمان تجنني. ويا ترى انتوا الاتنين بتحبوا بعض؟ هتتجوزوا؟ هتفتحوا بيت وتعيشوا فيه سعادة؟ ولا حد يقدر. Oh!
عن اذنك مش هنغيب. عن اذنك يا ريت. ايه عن اذنك دي؟ انا هاجي معاك طبعا. يا شوف برافو يا باشمهندس، العربية بقت تمام. حسابك كام؟ أنا حسابي طويل. وأنا تحت أمرك، بس يا ترى حسابك بيطول كده مع كل الزباين؟ أول مرة وهتكون آخر مرة. أنا متأكد. شريح 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 شريح. مجنون الراجل ده، كان هيضيع نفسه. أكيد مجنون طبعا. بس ده عارف اسمك. أصل أنا كل ما بعدي من هنا باخد منه علبة وودي له حسنة. غلبان. انتوا عارفين هنا ليه؟ عشان تغيري عربيتك. العربية تيجي معانا. بس أنا فهمش في العربيات. وأنا رحت فين؟ اتفضلي. العربية صالون ولا سبورت؟ احنا عندنا صالون 6 سلندر و4 سلندر. انا افضل لك الاربعة سلندر، تناسب جمالك وشخصيتك وكمان اقتصادية. انا مش فاهمة حاجة. انا فاهم حضرتك يا هاني. انا مدير المعرض. مش معقول. تعرف يا باشمهندس؟ ايوه يا سرية هاني. يا ريت نشيل هاني دي. نشيل؟ اتفضل يا سرية. هجوم 205 هتعجبك قوي. انا معجبه بيك انت على فكره. دي اخر موديل. اتفضل. انا شفت رجاله كتير لكن معرفش حد زيك ابدا. عندنا منها الوان كتير، تقدري تختار اللي يعجبك. انا اخترتك انت. ما دام ما عندكيش عيله واولاد، انا هختار لك العربيه دي. انت هتبقى عيلتي وولادي وكل اللي ليا في الدنيا. اما اذا كنت بتفضلي العربيات الكبيره، عندنا 505 انا بعتبرها احسن عربيه في السوق النهارده. وانا بعتبرك احسن راجل في الدنيا. اتفضلي نجرب. ايه؟ مش عرفوا بيا. وكيل اعمالك.